بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا من قبل أن الوحي الإلهي إذا قدم لنا كتاب، قدم لنا كلاما، قالوا لنا هذا وحي من عند الله، لا ينبغي أن نأخذ هذا الكتاب ونصدق هكذا. يجب أن ندرس، أن يعني ندرس هذا الكتاب وهذا الوحي لنرى هل حقيقة هذا وحي من عند الله، هو كلام الله، كيف نزل، كيف، ما هي بنية هذا الكتاب، كيف، ما هي مصداقية إثبات هذا الكلام، مضمون هذا الكلام إلى آخره. وإلا إذا نحن يعني غير عاقلين. فالقرآن الكريم له خصائص، هذا الخطاب الرباني العظيم له خصائص. أهم خصائصه أولا سنتكلم من حيث بنية هذا الكتاب، تماما من حيث إثبات هذا الكلام. طبعا القرآن الكريم من حيث البنية هو كلام متواتر، أو وحي متواتر، أو قرآن متواتر، يعني انتقل إلينا بالتواتر. التواتر كما تعلمون، تواتر، هناك تواتر نوعان، هناك تواتر إسنادي وتواتر لا إسنادي. التواتر اللا إسنادي مثل مثلا لما نقول تواتر الجملي، يعني لما نقول هناك مدينة اسمها بيروت، لا أحد ينكر أن هناك مدينة اسمها بيروت، لو ما سافر لها، لو لم يرها حتى في الصور، يعني هذا أمر متواتر لا يمكن إنكاره. هناك حصلت حرب عالمية أولى، ثانية، حصلت كذا، هناك قطب متجمد شمالي، قطب متجمد جنوبي، هذا التواتر هذا لسنا فيه الآن. نحن نتكلم الآن عن التواتر الإسنادي. إسنادي يعني أن هناك أسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تمام، ليس عن بمعنى أنه بعيد عنه، سمع من بعيد أو كذا، هناك أحد ساقط بين في هذه العنعنة، لا لا، ولكن القرآن الكريم إسناد متصل متواتر بالألفاظ المقروءة. يعني أنا حافظ القرآن الكريم بدي أعلم طالبي، بعلمه الطالب وبقرأ عليه القرآن وبسمع منه القرآن وصحح له لحتى يصير حافظ حفظ متين، أسمح له أن يعلم غيره وهكذا. فهذا الإسناد قد يكون آحاد، يعني أنا علمت شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة مثلا، والذي بعده وهكذا، كل واحد علم مثلا ثلاثة أربعة، لكن هناك أسانيد متواترة تكون كثيرة جدا، بحيث يعني شبكة متفرعة جدا 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 جدا، بحيث لا يمكن أبدا، وبكل الطبقات طبعا، بحيث لا يمكن أبدا أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب، ما بيعرفوا بعض أصلا. يعني القرآن الكريم دائرة النبي عليه الصلاة والسلام، دائرة الصحابة من بعدهم، الصحابة أنفسهم انتشروا في بلاد الشام والعراق ومصر والكوفة وكذا إلى آخره، انتشروا وعلموا طلابهم، ما كان في تواصل في ذلك الوقت، لا في موبايل ولا في تليفون حتى ولا في شيء، تعلمون يعني ذلك. فطلابهم لا يعرفون بعضهم، أيضا طلابهم انتشروا في بلاد أخرى وعلموا وهكذا، وانتشر القرآن من الصين إلى إسبانيا. طيب، وكل هؤلاء في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، الصغار والكبار كلهم يقرؤون القرآن قراءة صحيحة 100%، لا تختلف قراءة فلان عن فلان، حتى بمخارج الأحرف، حتى بالتجويد، ما نسمي حتى بالتجويد. فحفظوا القرآن ونقلوا القرآن بهذه الصورة، شيء غريب عجيب. يعني هذا وحده، يعني وحده هذا الأمر إعجاز، إعجاز يعني شيء، يعني مستحيل هذا الأمر يتم، وتم مستحيل عادة طبعا، وتم يعني هذا أمر. لذلك القرآن متواتر، هذا من أهم خصائص القرآن الكريم من حيث البنية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص القرآن الكريم من هذا الوجه التواتر، النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان إمام المسلمين في المدينة المنورة، هذا أمر يعني يقيني. فكان يصلي بالناس المغرب والعشاء والفجر قراءة جهرية كما تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته طويلة، يعني ما يقرأ أربع آيات ثلاث آيات، كانوا الصحابة يحتملون يعني. فكانت الصلاة أحيانا طويلة، أحيانا يقرأ سورة الأنعام كلها في ركعة، أحيانا يقرأ ثلاث أربع صفحات، أحيانا يقرأ مثلا سورة الأحزاب في ركعة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على مدار 10 سنوات وهو يقرأ القرآن إماما بالمدينة المنورة، وراءه آلاف الصحابة في 3 صلوات في اليوم، يعني يمكن يقرأ في اليوم جزء ونصف ويمكن أكثر. هذا إذا ما ذكرنا لما يجلس معهم يقرأ عليهم القرآن، لما يخطب يقرأ القرآن، لما يكون ماشي في الطريق يقرأ القرآن، لما يسأله صحابي يقرأ القرآن، لما يسأله صحابي عن آية، لما هو يعني يسمع من أصحابي وهم يقرؤون القرآن، فهذا كله كان موجود. أيضا الصحابة أنفسهم كانوا يصلوا صلاة الليل في الجامع، أحيانا يقرؤون، يصلوا فرادى وجماعات صلاة نوافل، يقرؤون بصوت جهري، يعني القرآن كان يعني أغلب شيء موجود في حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وآلاف الصحابة كلهم عم يسمعوا القرآن وعم يقرأوا القرآن وعم يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ما في مجال خطأ. والصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا يعني جزء منهم يحفظ، وبشكل عام طبيعة العربي يحفظ، طبيعة العربي في تلك البيئة الصافية النقية وما في مشاغل كما هي اليوم، الحفظ سهل بالنسبة لهم، فكانوا يحفظون. لكن اللي كان من الصحابة هو يعني مثل إمام في التحفيظ، هن كانوا 8 صحابة، هدول أئمة في التحفيظ، يعني بمعنى أنه هو حفظ القرآن كامل، وكانوا يصلوا تهجد ويقرأوا يراجعوا قراءاتهم في التهجد، فكانوا يعلم الناس الصحابة، يعلم الصحابة ويعلم التابعين أيضا من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، علم صحابة وعلم هؤلاء الصحابة، علموا صحابة وعلموا تابعين القرآن كامل، لهن عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب. طبعا هؤلاء سيدنا عمر توفى بالمدينة، عبد الله بن مسعود عاش بحمص وبالكوفة وتوفي بالمدينة، هو يعلم الناس القرآن، هذه رحلة مكوكية. أبو الدرداء ولد في المدينة وأخذ من القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومات في الشام. أبو موسى الأشعري في الكوفة، زيد بن ثابت بقي في المدينة ومات في المدينة، أبي بن كعب بقي بالمدينة ومات بالمدينة، علي بن أبي طالب أيضا بالكوفة، عثمان بن عفان في المدينة. يعني القصد من ذلك هؤلاء الذي كانوا الأساتذة الكبار اللي علموا، هؤلاء كل واحد منهم علم صحابة وعلم أيضا تابعين. فلذلك في صحابة أيضا جمعوا القرآن الكريم، جمعوا القرآن الكريم من هؤلاء الصحابة، يعني كانوا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يسمعوا من الصحابة وكانوا يتتلمذوا على يد هؤلاء حتى يعني كتحفيظ كامل للقرآن. منهم أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن السائب بن أبي السائب، طبعا الإمام الحسين بن علي رضي الله عليه السلام أو عليهما السلام رضي الله عن الجميع. تماما هدول صحابة تعلموا من الصحابة القرآن كامل كما هو. فيما بعد الطبقة تجي الطبقة الثانية، هي كلها يعني من جملة الطبقة الثانية صحابة وتابعين، المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، حطان بن عبد الله الرقاشي إلى آخره، أعداد تقريبا 54 صحابي وتابعي، أو 54 تابعي وخمسة من الصحابة دون الطبقة الثانية. الطبقة الأولى 2 صحابة تعليم القرآن كامل، تلقين القرآن كامل، أما أجزاء من القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سور طويلة سور قصيرة، هذا مئات الصحابة، لا يحصى هذا العدد،
لا يحصى. الذين آلاف الصحابة هم يسمعون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في بعضهم ما عنده يعني وقت أنه يصير معلم للقرآن، حافظ القرآن بس ما عنده وقت يصير معلم للقرآن. في منهم حافظين نصف القرآن ما بيعلم إلا اللي حافظه، فيهم بيعلم ربع القرآن وهكذا. أما التعليم الكامل للقرآن الكريم كان من قبل الصحابة الثمانية وخمسة صحابة وراهم وأربعة وخمسين أو خمسة وخمسين تابعي تلاميذة هؤلاء الصحابة. طبعا هؤلاء التابعين متفرقين في كل البلدان تقريبا، يعني في بلدان في بلدان مختلفة، فهذا اسمه التواتر. طبعا أنا أريد أن أتكلم من حيث بنية هذا القرآن أو يعني ثبات هذا القرآن من حيث التواتر. طبعا التواتر في الأصل هو الأمر اليقيني الوحيد، يعني حتى الظن القوي يبقى هناك، يعني من حيث الأصول أنا أتكلم يبقى هناك إشكالية بسيطة جدا، لكن طبعا أفضل من الظن وأفضل من الشك. أما نتكلم على اليقين، قرآن نقل بالتواتر يعني باليقين، انتهى الموضوع، وبكل الألفاظ وحتى بمخارج الأحرف، والقرآن كامل. فهذا هذه النقطة انتهينا منها، لكن أنا كفكرة التواتر عندنا في الإسلام القرآن الكريم هو الوحيد المتواتر، لا يوجد متواتر بالأسانيد إلا القرآن الكريم. هناك تواتر معنوي، تواتر تاريخي، تواتر كذا، لمسائل هذيك مسائل جملية وليست تفصيلية. أما القرآن الكريم متواتر إسنادا بالتفصيل وبشيء دقيق جدا جدا جدا، لذلك هو الكتاب اليقيني الوحيد. كما قلت هو الكتاب، هو الإسلام، وهو القرآن، وهو الإسلام، وهو المسؤول عنه يوم القيامة لا غيره تماما. أما ما سوى ذلك من أسانيد الإسلام، أحاديث نبوية، بخاري، مسلم، كلها تبقى تحت الظن والظنيات، بين ظن قوي وظن أقل وظن أقل، حتى الشك وأحيانا وهم حسب الأحاديث ودرجة الأحاديث ودرجة الأسانيد، يعني كلها أحاديث أحاد أو مشهورة يعني، لكن لا تصل إلى درجة اليقين. فالمتواتر إسناديا، أنا أتكلم التواتر الإسنادي طبقة عن طبقة، طبقة كثيرة عن طبقة كثيرة في مناطق مختلفة وبلدان مختلفة، هو القرآن الكريم. لذلك يعني هي مرحلة ثانية لإثبات القرآن، إعجاز القرآن الكريم والإثبات الوحي، مرحلة ثانية بعد أما في الإيمان العقلاني أثبتنا أن القرآن الكريم هو وحي من عند الله، ثم الدرجة الثانية أثبتنا أنه ثابت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا، فصار عندنا القرآن الكريم وحي بمعنى الكلمة، فهو يؤخذ منه المعرفة ويؤخذ منه الحق ويؤخذ منه كل شيء موجود فيه، ولا كلام فوقه ولا تشريع فوقه ولا يعني شيء يزاحمه على الإطلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.